أما بالنسبة للمفقود فكيف نعرف أو كيف نحكم؟ نحكم بأن الحاكم يضرب له مدة انتظار. هذه المدة تختلف بارك الله فيكم بين زمان وزمان وبين مكان ومكان، فليست المدة للمفقود التي تضرب الآن مع وجود الإنترنت وموجود وسائل الطيران ووسائل التواصل السريعة مثل المدة قبل إيش 200 سنة أو 300 سنة، والناس من أول كانوا يسافرون ولا يرجعون إلا بعد 30 سنة، واضح ولا لا؟ لكن الآن لو يخرج فلابد أن يراعى في حكم الحاكم فرق الزمان وفرق المكان، فالحاكم الآن لا يضع مدة مثل القاضي في الفترة السابقة أو في سنين ماضية، هذا هو الأصل. إذا وضع الحاكم مدة وانتهت ما جاء خلاص حكمنا بموته. نعم.